السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسبوع تقويم ودعم الوحدة الأولى، الحواس، المرجع المفيد في النشاط العلمي المستوى الثاني. سنتطرق لحصة التقويم وحصة الدعم في هذا الفيديو. قبل بداية الفيديو، فضلا وليس أمرا، من تصل قناة نزل التعليم لأول مرة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تبخلوا علي ببصماتكم وتعليقاتكم المحفزة ومشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. نبدأ على بركة الله. تقويم المكتسبات، أضع علامة في الخانة المناسبة. لاحظوا معي الصورة الأولى، رجل بسوق الخضار والفواكه. ما هي الحواس التي يستعملها حتى يختار الفواكه التي يريدها؟ طفلين يقومان بعبور الشارع، ما هي الحواس التي يستعملانها لعبور الشارع؟ إذن لاختيار الفاكهة الطازجة استعمل. تعرفنا من خلال الدرس السابق لاختيار سواء الفاكهة الطازجة أو الخضر نستعمل حاسة اللمس. إذن وحاسة الذوق أيضا وحاسة الشم. هل نستعمل حاسة السمع لاختيار الفواكه؟ لا، لا نستعمل حاسة السمع. حاسة البصر نعم، نستعمل حاسة اللمس، الذوق، الشم والبصر لاختيار الفاكهة الطازجة، وحتى نتأكد أيضا من جودتها. لعبور الطريق، ما هي الحواس التي نستعملها لعبور الطريق؟ علي أن أستعمل أولا حاسة البصر، حاسة البصر وحاسة السمع. لا أحتاج أن أستعمل حاسة اللمس وحاسة الذوق وحاسة الشم عند عبور الطريق، أحتاج فقط حاسة السمع والبصر. التقويم التوليفي، أملأ كل فراغ بما يناسب. لاحظوا معايا في الصورة الأولى، طفل يشاهد شاشة التلفاز على مسافة قريبة جدا. هذا السلوك يضر بحاسة البصر. هنا أطفال يقومون باللعب بالمفرقعات، أيضا هاد اللعب بالمفرقعات راه مؤذي، لا بالنسبة لحاسة اللمس، لا بالنسبة لحاسة البصر، لا بالنسبة لحاسة السمع، لأن أصوات المفرقعات تكون قوية. الصورة الثالثة، عندي هنايا عامل لحام، كما كنقولوا اللحام، يقوم بلحم الحديد وتقطيعه دون استعمال الوقيات، دون استعمال الوقيات أو النظارات لتحميه من الشرارة ديال النار اللي كتطلع عند التي تصعد عند لحم الحديد أو تقطيعه. إذن الحاسة أو الحواس المتضررة بالنسبة للصورة الأولى، حاسة البصر، حاسة البصر. الصورة الثانية، الحواس المتضررة، السمع، كما قلت لكم مفرقعات أصوات ديالها عالية، البصر، وحاسة اللمس. بالنسبة للحام، الحواس المتضررة أو الحاسة المتضررة، عندي حاسة البصر، والسمع. أيضا أثناء لحم الحديد علينا أن نرتدي وقية الأذن، نسيت ذكرى عند ملاحظة. السمع واللمس، يجب أيضا أن يضع وقية اليدين، قفازات، هناك قفازات خاصة. حاسة اللمس، لتجنب تضرر الحواس ماذا نقترح هنا؟ في الصورة الأولى، عدم الاقتراب من التلفاز كثيرا. الصورة الأولى، عدم
اقترابي او عدم مشاهدة التلفاز من مسافة قصيرة. اذا عدم مشاهدة، ايضا هذه العبارة صحيحة، عدم مشاهدة التلفاز من مسافة قصيرة، عدم الاقتراب من شاشة التلفاز. ايضا عدم مشاهدة التلفاز من مسافة قصيرة. الصورة الثانية، عدم اللعب بالمفرقعات أو الابتعاد لأنه سلوك سيء عن اللعب بالمفرقعات. بالنسبة للصورة الثالثة، استعمال باقي اليدين والنظارات وباقي الأذن. إذن استعمال القفازات والنظارات الخاصة بهذا العمل، نظارات وباقي الأذنين. تقويم تملك نهج التقصي خلال درس اكتشاف وظائف الحواس. خلال درس اكتشاف وظائف الحواس أنجز أحد التلاميذ المناولة المبينة في الرسم. إذن لاحظوا معايا، أحد التلاميذ قام بتحسس مجسمات مختلفة، أملأ الفراغ بما يناسب بإغماض بعد إغماض عينيه، يعني قام بإغماض عينيه ولكن يكتشف المجسمات بواسطة يديه، بواسطة حاسة اللمس. أنجز زميلي هذه المناولة ليبرز أنه يمكن تمييز الأشكال الأجسام بواسطة حاسة اللمس. يمكن تمييز أشكال الأجسام بواسطة حاسة اللمس. تم وضع شريط الثوب على العينين لمنع استعمال الطفل حاسة البصر. حاسة البصر، إذن تم وضع شريط الثوب على العينين لمنع استعمال الطفل حاسة البصر. حصة الدعم، نشاط رقم واحد، أملأ الفراغات بما يلي: السمع، الإبصار، اللمس، النعومة. إذا عندي هنا الصورة الأولى، طفل يقوم بلمس فرو القطة. إذا الطفل يحس بماذا؟ بالنعومة أم بالخشونة أم بالألم أم بالحرارة؟ يحس بالنعومة، فرو القطة يكون ناعما بالنعومة. يستعمل المسافر حاسة، إذا ما هي الحاسة التي يستعمل المسافر لتمييز عدة أصوات داخل المحطة؟ أي حاسة يستعمل؟ يستعمل حاسة السمع، لأن داخل المحطة تكون هناك عدة أصوات. إذن يستعمل المسافر حاسة السمع لتمييز عدة أصوات. أثناء العزف تستعمل الطفلة حاسات عديدة، حاسات إذن اللمس، والسمع، والبصر. الإبصار. أكتب صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة. لأختار العطر الذي أريده أستعمل حاسة الذوق. أريد أن أشتري عطرا، هل أتذوقه؟ لا، خطأ. إذا الحاسة اللي كنستعمل هي حاسة الشم، إذا هذه العبارة خاطئة، سأكتب خطأ. أحب
سماع الموسيقى المزعجة لأنها لا تضر بحاسة السمع. إذا الموسيقى المزعجة تضر أم لا تضر بحاسة السمع؟ تضر. إذا العبارة خاطئة. أحب سماع الموسيقى المزعجة لأنها لا تضر بحاسة السمع خطأ. أتجنب تناول أطعمة باردة جدا لأنها تضر بحاسة الذوق. نعم الأطعمة الباردة جدا تضر بحاسة الذوق صحيح. علي تجنبها، أتجنب يعني أبتعد، أتجنب تناول أطعمة باردة لأنها تضر بحاسة الذوق. نشاط ثلاثة، النشاط الأخير من حصة التقويم والدعم. لوحظ أن عيني اللحام أصيبتا باحمرار. عيني اللحام أصيبتا باحمرار شديد. أطرح سؤالا حول سبب إصابة العينين. إذا لأنه سؤالا حول إصابة العينين، لماذا أصبحت عيني اللحام حمراء؟ لماذا أصبحت عيني اللحام حمراء؟ علم استفهام. أقترح جوابا لتساؤلي، لأنه لا يستعمل نظارات ليقي لتقي عينيه. من الأشعة المنبعثة من جهاز التلحيم. إذن لأنه لا يستعمل نظارات تقي عينيه من الأشعة المنبعثة من جهاز التلحيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.